رباطاج سينمائية. راديو بازار، الراديو اللي يهزك لبعيد. الممثلة القديرة يهبلوا ميساليش جاينا ضيف. ايه ضيف خلوا حاصلين على التانيث الذهبي، مش حاجة معناتها صحة ليهم. قولي الحق، شنو رايك في التكريمات؟ تكريمات الأفلام. بين الافلام تفرج تحكي على التكريمات اللي انت تفرج في الافلام الكل؟ لا ما تفرج في الافلام الكل، ماذا بيا ما نجمتش، عندي التزامات. بين الافلام التونسيه التكريمات هما شكون كرموا؟ هشام رستم الله يرحمه، كاظم برناز الله يرحمها، شويخ الله يرحمها، واحده من كاو ذولي، ذوك هما التكريمات. ونحكي على الجوائز، على التانيت. انت انيهم الافلام التونسيه اللي انت تفرجت فيهم وحبيت الفيلم التونسي هذاك ياخذ تانيث الذهب؟ تحت الشجره ما خذاش تانيث الذهب، فضي زاد اللي خذا تانيث الذهبي هذيك راي لجنه التحكيم، يحتمل يكون مريتوش. انا انت مريتوش؟ مريتوش دونك تحت الشجره حبيت هكا حتى هذيك في الجمله اللي ريتهم. اي من معناتها يحتمل لو كان ريت اللي ريفولتي اللي خذا تانيث الذهب نقول لي يستحق، مدام خذا يستحق، وهذاك هو معناتها معناتها الجوائز هذيك هي. وخذا دار ثم تتويجات الاخرى للافلام التونسيه، مش نكون نحبوا كان رواحنا، هو مهرجان كالجانب يا فاطمه. لا لا ما يلزمش، اما نشجع التوانسه باش يشوفوا تحت الشجره فيلم رائع رائع رائع. دونك لازم يمشوا يتفرجوا فيه. مشيو شوفوا تحت الشجره، سولي فيك نتاع اريج ياسر حلو. قولي هذا سؤال ونسكروا به الانترفيو. نعرف عندك برشا التزامات ومحبين وخليك. لا لا ميساج. ايام قرطاج السينمائيه قبل بالروح نتاعو اللي موجوده في شارع حبيب بورقيبه والمسرح البلدي، تحسها مازالت هي في مدينه الثقافه؟ راهو اجا فما فرق. لا لا لا، شارع حبيب بورقيبه حافل، راه القاعات باصنين الكل زي ما حلتش، هذيك ظروف اخرى، اما شارع حبيب بورقيبه حافل وامتد المهرجان حسب رايي من شارع حبيب بورقيبه الى مدينه الثقافه معناتها، وشارع محمد الخامس ولا عامر عليه. دونك ونحسنوا غادي وعملنا تو تصور، انت شفت وين صار حاله، تو تصور لو كان في المهرجان ما تحلش مدينة الثقافة تقوم القيامة. يا شوم ثلاثة قاعات، يا شوم يتولي جزء ثم ثلاثة قاعات وعامرين، والمهم اللي قاعات مدينة الثقافة معبي كومبلي، وشارع حبيب بورقيبة كومبلي. دونك ربي يدومها نعمة بيع، وإن شاء الله زيدنا قاعات أخرين. محليك يا فاطمة يعيشك. أيام قرطاج السينمائية. راديو بازار، الراديو اللي يهزك لبعيد.